رفح ينضم إلينا مراسل العربي صالح الناطور. صباح الخير صالح، لو سمحت أطلعنا على التطورات الميدانية وحصيلة الليلة الماضية. يعني يبدو أنها كانت ليلة صعبة على الفلسطينيين هنا في مدينة رفح مع سماع الانفجارات التي لم تتوقف منذ نحو 5 ساعات تقريبا في مناطق شرقي مدينة رفح، تحديدا في محيط منطقة الشوكة وفق بعض الإفادات الميدانية. هناك قصف مدفعي عنيف على هذه المنطقة استمر حتى الآن منذ نحو أو تقريبا منذ الساعة 3 فجرا، وأصوات هذه الانفجارات تسمع حتى من المناطق الغربية. هناك إطلاق نار أيضا يتخلل هذا القصف المدفعي من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك غارات جوية تنفذ في المناطق الشرقية من المدينة، وأيضا اشتباكات. والواضح أن هناك اشتباكات عنيفة أيضا، لأنه إطلاق النار متبادل بيستمر لفترات طويلة على مدار ال5 ساعات الماضية، تزامنا مع أصوات هذا القصف المدفعي العنيف في تلك المناطق. الحديث وفق الإفادات كما قلنا هي في محيط منطقة تعرف منطقة المطار القديم أو المدمر، ويبدو أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي قد طرأ أمرا ما في تلك المنطقة، إما أنها كانت تحاول التقدم باتجاه مناطق أكثر عمقا في حي الشوكة، وبالتالي كانت هناك مواجهات واشتباكات مع عناصر المقاومة، أو أن لربما كانت هناك عملية للمقاومة الفلسطينية، استهدافات في تلك المنطقة دفع جيش الاحتلال إلى تأمين هذه القوة الإسرائيلية. لكن الواضح أنه هناك أحداث متصاعدة في مناطق شرق مدينة رفح، وبعض القذائف حتى وصلت إلى مقربة من هنا من شارع الزر في المنطقة الغربية من مدينة رفح، وأسفر هذه القذيفة التي سقطت في أرض تؤوي عدد من النازحين إلى استشهاد فلسطيني، ونقل هنا إلى مستشفى الكويت، بالإضافة إلى إصابة طفل آخر في هذا القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يتواصل على المدينة. حتى الآن يعني إن كان الصوت واضح، حتى هنا نحن في مركز مدينة رفح تقريبا في محيط مخيم الشابورة، وما زلنا نسمع ما بين نصف دقيقة وأخرى صوت قذيفة مدفعية تسقط في تلك المناطق. باقي مناطق قطاع غزة الأمور أيضا تتصاعد في مناطق شمال النصيرات تحديدا، حيث تشن غارات إسرائيلية وقصف مدفع إسرائيلي على هذه المناطق. آخر هذه الغارات التي رصدت هي كانت في محيط محطة توليد الكهرباء، أي شمال منطقة النصيرات، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من المنطقة الوسطى في مناطق المغراقة وأطراف هذه المنطقة، بالإضافة إلى شمال البريج. وهناك أيضا إطلاق نار من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة على أطراف المنطقة، وكذلك في محور نتساريم الذي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية. على الجانب الآخر من هذا المحور أيضا في شمال هذا المحور تحديدا جنوب حي الزيتون، أيضا لم تتوقف الآن، نحن نتحدث نحو 24 ساعة من القصف المدفع الإسرائيلي وتقدم محدود لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مناطق جنوب حي الزيتون المنطقة الشرقية منه، وكذلك في مناطق شارع 8 أو إلى الجنوب من هذا الشارع وعلى أطرافه تقريبا. هناك أيضا تقدم كان بالأمس لآليات جيش الاحتلال، لا نعلم صباح هذا اليوم إن حرز أو إن حدث تراجع لهذه الآليات أو تقدم لربما إلى مناطق أكثر عمقا، لكن الإفادات من السكان من تلك المناطق أن صوت الانفجارات ما تزال تسمع، وكذلك القصف المدفعي يتواصل على منازل المواطنين، حيث أن أعمدة الدخان أيضا تصاعدت من محيط مسجد علي ومناطق كمنطقة المصلبة، وهذه ناجمة عن سقوط قذائف المدفعية الإسرائيلية على منازل المواطنين واشتعال النيران داخل هذه المنازل، وهذا في إشارة إلى استخدام قوات جيش الاحتلال أيضا لربما قذائف يعني تؤدي إلى اشتعال الحرائق في المناطق المستهدفة. شكرا جزيلا لك صالح الناطور مراسل العربي، كنت معنا.